يقول: زوج أختي تارك للصلاة، وقد قمت بنصحه أكثر من مرة لكنه لم يستمع لنصحي، فماذا يكون موقف أختي والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. الزوج التارك للصلاة لا يجوز للمؤمنة أن تقيم معه، لأن ترك الصلاة متعمدا كفر يخرج من الملة. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا حظ الإسلام لتارك الصلاة، أن الصلاة هي عمود الدين وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. المسلمة لا يجوز أن تقيم مع رجل لا يصلي، ولا يحل لها ذلك. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا أصر على ترك الصلاة فإنها تطالب بفراقها منه ولا تمكنه من نفسها، لأنها لا تحل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.